يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الكذب خوفا من الإصابة بالعين؟ هل يجوز الكذب خوفا من الإصابة بالعين؟ لا ما يجوز، الكذب حرام. الإصابة بالعين يتوكل على الله ويعتمد على الله ولا يضر الشيء بإذن الله، ويكثر من الورد والذكر ولا يضر الشيء بإذن الله، يستعيذ بالله يلجأ إلى الله ولا يضر شيء. نعم.